وكل امرأة متزوجة عليها أن تسمع هذه الخطبة علشان تشوف نفسها وين، هل تعتبر هي امرأة صالحة ولا ما تعتبر امرأة صالحة، لأن الله تعالى حدد شروط للصالحة. فأول وأكبر الحقوق، القبة الكبيرة، الطاعة، إنما الطاعة بالمعروف، أن تطيعه، هذا الحق الأول للزوج فيما يأمر وفيما ينهى وفيما يقول. فلذلك من الطاعة أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة. أن لا تصوم نفلا إلا بإذنه، لأنه له حق، يعني صامت وطاحت، تسكربت وطاحت، قالت أنا صايمة تعبانة، طيب سوي الغداء قالت صايمة، طيب سوي العشاء قالت صايمة، لا تكثر عليه النفقات، هذه عاد مشكلة كبيرة، عادها أن لا تكثر عليه النفقات، فهذا من الطاعة. ولا ترهقه في الطلبات، ولا تكلفه فوق ما يطيق، كل على حسب قدرته، لينفق ذو سعة من سعته بحسب قدرته، تنفق مما آتاك الله عز وجل. من الطاعة أن ترضى معه باليسير، وأن تقنع معه بما يسر الله عز وجل، حتى لا تحوجه إلى الدين ولا إلى القرض ولا إلى مد اليد، وأن تتحلى بالرضا والقناعة. فعلى المرأة أن تكون قانعة، نعم، لا إسراف ولا تبذير ولا تقتير، وإنما مما يسر الله عز وجل. فمن حقه عليها أن لا تحوجه إلى الدين ولا تحوجه إلى مد اليد، وأن ترضى باليسير وتقنع به، أن تحفظ زوجها حال غيابه في ماله وولده وعرضه، ثلاثة هذول. إذا سافر الرجل، سافر لمهمة، سافر في بعثة، سافر متغرب علشانكم، راح يطلب الرزق علشان زوجته وأولاده، عليها أن تحفظه. من حق الزوج عليها أن تحسن تربية أولادها، خاصة إذا كان الزوج في غربة، خاصة إذا كان الزوج مسافر، خاصة إذا الزوج مر بظرف معين لا يكون متواجد، علشان منو قاعد يشتغل، علشان منو يكد، علشان منو يسافر، علشانكم أنتم تعيشون أحسن عيشة. فعليها في المقابل أن تربي أبنائها أحسن. شلون تربيهم؟ تربيهم على الدين، تربيهم على الطاعة، تربيهم على الصلاة. الحق الأخير حق الزوج على زوجته أن تعينه على الطاعة، هذا مالت الأولاد هذيك. الحق الأخير أن تعينه على طاعة الله عز وجل. الزوج طبيعي لهذه الحياة يضعف إيمانه، يتعرض لأشياء، فعلى المرأة الصالحة أن تكون عون له على الطاعة. يا أخي أنت كاتبة أسراره، يا رجل اتق الله ولا تدخل علينا الحرام، يا رجل اتق الله لا توكل عيالك حرام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. هو النبي قاعد يتكلم عن امرأة صالحة، شو يسوي مع زوجها؟ فمن حق الزوج عليها أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر.